بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة إن شاء الله. يا حبيبي النهاردة نعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة، ونعمل معاها لحمة محمرة وملوخية خضراء، ونعمل رز بشعرية. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف عملنا إيه النهاردة. يلا بينا حبايبي، وما تنسوش الاشتراك والدعم للقناة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة ان شاء الله. يا حبايبي النهارده هنشوح ويا بعض اللحمه دي، هنعمل لحمه، شوف يومنا هيمشي ازاي. نعلق على لحمتنا نشوحها، نعمل فراخ شويه ملوخيه خضراء، ونعمل صينيه رقاق. ونعمل شويه رز شعري. وهنزل عليها بالتتبيلة بتاعتها. هننزل عليها مقشرة جزر، جزراية، قرنين فلفل، شطة خضراء، بصل مقطع، معايا بصل سليم. هنزل عليها بالتوابل، ملح، فلفل اسمر، كمون، توابل لحمه، عيدان قرفه، ورق لورا. هقلبهم برضو كده يتطعموا كده بالتتبيله بتاعتهم. هسيبهم شويه كده، هنزل عليهم الاول بشويه صويا صوص. ماشي، هقلبها كمان مره. كده وننزل عليهم بالطماطم. هنزل عليها حاجه بالطماطم، تشوح براحتها. هنا يا حبايبي حطيت سمنه الرز، علقت عليها اهي، وهغسل الرز. ملح اللي خلي تحميرها موحد. ننزل الرز.
هو التشويحة كمان بقى عشان ايه الرز يتشمع كله بالسمنة اللي تشويحته صح. هنزل عليه واحد مرقة، مرقة دجاج يتشوح كمان بقى، وهنزل عليه بالفعل. استوي بقى احلى شويه رز يتاكل ني، طعمته وحلاوته وشكله يتاكل ني. حبايبي جهز مع بعض بقى. سمنة، عشان تحمر لنا القعر. كده يا حبايبي، ودي الشوربة ان شاء الله عليها كده. هنتنها برضو بين كل واحدة واحدة سمنة. كده حبايبي بعد ما دهنا الصينية قشطة اهي ما شاء الله عليها، هندخلها الفرن بقى ومع بعض. حبايبي حطيت قاعد الرز اهو، هسيبه بقى يشرب ميه دي ويتشرب. ولعت على الرقاق، اجمل طشة ملوخية. ألف صحة يا حبايبي وهنا. ده
احلى رقاق ده ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليه. في وش ادي قعره وادي الوش ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، حاجه جميله. ادي القع وادي وشه يا حبايبي. ملوخيه الف هنا وصحه عليكم يا حبايبي وعلى كل اللي شاف وسمعني، الف هنا علينا وعليكم يا رب. والى اللقاء يا حبايبي في فيديو جديد، اشوفكم على خير وصحه وسلامه، مع الف سلامه.